للسكوت على ما يدور. أدعو شعبنا في الضفة الغربية، أدعو أهلنا في جنين ومخيمها، وفي طول كرم ومخيمها، وبيت لحم ومخيماتها، ونابلس ورام الله وكل ساحة من ساحات فلسطين، إلى الخروج إلى مفترقات الطرق وإغلاقها على المستوطنين. إذا أردتم يا شعبنا أن يخرج هذين البطلين بسرعة، فلا بد من الضغط على العدو، والضغط على العدو يبدأ بإغلاق مسالك المستوطنين والاشتباك معهم. هذه أمور لم تعد خافية اليوم على عالمنا وعلى أمتنا وعلى قادة الأمة العربية. انظروا إلى عظم المسؤولية الملقاة على عاتق الناس، كل في حسب موقعه. ما زلنا نمد أيدينا وندعو إلى تبني مبادرة حركة الجهاد الإسلامي للخروج من نفق الأزمة المظلمة التي لا يمكن لنا بدون وحدة وطنية حقيقية على أسس حقيقية تتمسك بالثوابت وتتمسك بحقنا في مقاومة المحتل والاتفاق على مرجعية وطنية نعيد من خلال الاعتبار لمشروعنا الوطني والإسلامي للصراع على أرض فلسطين مع هذا العدو، تصبح الأوقات تضيع هباء منثورا. لذا أيها الإخوة الكرام وكرامة لله ورسوله، أدعو مجددا فصائلنا المباركة والمقاتلة إلى تبني استراتيجية وطنية فلسطينية، لأن الصراع لن ينتهي عما قريب مع هذا المحتل، ولأن الصراعات المفتوحة في المنطقة تطيل عمر الاحتلال. لذا أدعو إلى تبني استراتيجية فلسطينية مفادها تبادل دوري منظم، كل 5 سنوات، كل 4 مرات، كل 4 سنوات يتم تبادل أسرى مع هذا المحتل، حتى وإن كلفنا ذلك مزيدا من التضحيات الجسام. اشكر بالمكروبين وقت الدين عن المدينين، واحسن خلاص المسجونين، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وانت يا مؤذن اقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، فلا تنسى إلا ما شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.